كتلة واحدة ما مش بداش بعض على بعضهم لخلق الاختار، وهذا الفرق ممكن الناس تفقسي مازال ما لقاش الاليات نتاعو. شوفوا المحاولة من امير العكروت، امير العكروت يفتح الزاوية والهدف الاول، الهدف الاول من جانب خالد المليتي. خالد المليتي يفتتح النتيجة لصالح النادي الافريقي. كانت الكرة رجعت من الحارس جاسم الخلوفي، وخالد المليتي في وضعية مناسبة يسجل الهدف الاول. خالد المليتي من الجهة اليمنى، التصويبة يرجحها الحارس جاسم الخلوفي، وبالطبع اللقاء مفتوح لعديد الأهداف، وبالطبع لفائدة المشاهد والمتابع لهذه المباراة. نشوفوا استرجاع الكرة من جانب أمير العكروت، عمل كبير، عمل كبير أمير العكروت. التصويبة وكان طليق معنا خالد المليتي أمام الشباك، ويسجل الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي تقريبا في الدقيقة 19 من الشوط الأول. هذا ما يخلينا ننتظر أهداف أخرى في لقاء معنا دائما كان مفتوح للأهداف وللكرة الجميلة. مهدي مريح يبعث على نبي سوما، ثم يختار التوزيعة، والهدف الثاني أمير العكروت. أمير العكروت الهدف الثاني للنادي الإفريقي بعد توزيعة ممتازة من جانب مهدي مرياح، والهدف الأول للنادي الإفريقي أمير العكروت برأسية بعيدة على الحارس جاسم الخلوفي يضيف الهدف الثاني. إذن سادس أهداف أمير العكروت وإعادة للتوغل الأخير. امتياز للتوزيعة، توزيعة ممتازة من مرياح، لعب على إمكانيات وشفنا كيفاش قاعد يستغل في الفرص. كان فرصة، كان توزيع، وهذا أمام الكثافة العددية صعب باش يسجل إلا بالمرور على طريق الأروقة. كان توزيع ممتاز، وأمير عكروت الاختصاصي باللعب بالرأس يسجل الهدف نتاعو، الهدف السادس في البطولة التونسية. ياكد قاعد يتعامل بذكاء، شفنا كذلك التغييرات من الناحية التكتيكية، شفنا العواضي من ناحية البناء الهجومي اللي قوي في 18 متر مع وسام يحيى، وهذا مهم.